يمكنش نهضروا دكتور على الانسان بغير الطاقه. في رمضان البعض تيقول بان الطاقه تاع الانسان تتنقص بواحد الدرجه اللي هي كبيره. الطاقه سي احمد، اول حاجه سي دو لينيرجي. لينيرجي في جميع الميادين ديال الدنيا كلها، جميع ميادين اختصاصات كلها، كت لينيرجي بحال واحد لا 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 الماده، باش واحد لوزين يكبر خصو الماده. الجسم ديالنا باش يكبر، باش يولي عنده واحد التفكير جيد، واحد الرزانه جيده اللي تلعب عليه، كتلعب عليه على اندماج نفسه مع المجتمع ديالو، باش يدير شنو الخايب وشنو المزيان، شنو اللي لوجيك ولا با لوجيك، ريزون با ريزونابل، حشومه ماشي حشومه. فوالا، الوغ هذيك هي الطاقه الحراريه ديالنا. الطاقه الحراريه جميع الخلايا ديالنا كتصوب الطاقه الحراريه من الاكل، يا اما غنجيبوها من السكريات اللي يلاه قلنا، ولا غنجيبوها من الدهنيات. واش الدهنيات اللي دويت لها بحال يعني لي نوا، القرقاع، اللوز، البيستاش، الدجاج البلدي في الشحمه ديالو، ولا هذا، ولا غير ميم لي كويس ديالو عامرين من الشحمه، زيت العود، زيت الارغان، الزيتون، المصادر تاع الطاقه، الزيتون والمسائل ديالو، كيعطيونا دوك الدهنيات اللي قدر الجسم ديالنا يستعملهم كطاقه حراريه. البروتينات هما كيدخلوا من كان ندغوهم اون فالي ماشي، مي كندغو واحد الحاجه كنهرسوها في الاسنان ديالنا، وكعندنا هرمونات، ولا عندنا دي زونزيم مع مع لا ساليف ديالنا كتهرسها هي، كتدخل او نيفو هنايا لا بروميير بارتي ديال ليستوما، هو لو دوا دينو، كي البنكريا كتكفح الماء ديالها باش تهرس لي بروتيين، لا فيسيكول بيليار حتى هي كتلوح باش تهرس بالاخص المرارة، بالاخص الحوايج اللي كيكونوا دهنيات بروتينات كالفروماج ولا كالحليب ولا كالحوايج اللي بحال هكا، عاد توصل ليستوما. ليستوما عندنا ديك الحموضة لاسيد كلوريدريك اللي كيصفيها من لا ستيريليزاسيون ديالها باش ما يكون فيها لا بكتيري لا والو، عاد كتدخل في الامعاء ديالنا، والامعاء ديالنا عندنا بكتيريا كتعيش معنا اللي كت ايفا فيغ لا ديجيستيون دو بلوس كثر، وعاد خصهم يدخلوا للدم، عاد يمشيو لجميع الاعضاء والخلايا الجسم ديالنا. دونك من كو ساسوا السكريات، كو ساسوا الدهنيات، كو ساسوا البروتينات، مي كيدخلوا للجسم ديالنا باقي ما عطاوش الطاقه الحراريه، خصهم يدخلوا في واحد الخلايا اللي كنسميوها لونيتي سيلولير، سي لونيتي اللي كتكلف هي باش تعطيك الطاقه الحراريه. الوغ هذيك لونيتي كنسميوها لا ميتوكوندري، لا ميتوكوندري هي اللي كتعطينا اكثر ديال الطاقه الحراريه ديالنا، وجميع الخلايا ديالنا فيها هذيك لا ميتوكوندري، كاين اللي عندها 200 و 300، كاين اللي عندها حتى 10000 كالكبد. فهمتي؟ الو انا كان جات هذه الفرصه اللي كما قلت لك رمضان، وكان كان 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 جو تركز كناكد على الناس بانها فرصه باش تصفيه الجسم، لان ملي كتعطيها طاقة حرارية ديال الأكل، بالأخص الحوايج اللي قلت لك كتكون متميزة والناس كاع عارفة شنو جاي من الأرض، هو التمييز أحسن ما يكون، بلا ما تخدم عقلك وتقول لي شنو أي حاجة كتجي من الأرض وكتكون ثابتة نقية وعارفة أنت كتحكم عليها بأنها ما تبدلاتش من التكوين ديالها ودخلتيها للجسم ديالك، كتعطيك الطاقة الحرارية. إلا بقيتي كتعطي غير السكريات كتعطي بزاف التهابات للجسم ديالنا، لأن ديك الطاقة ديك الميتوكوندري عندها غير واحد طاقة باش تصوب السكريات، ما عندهاش بزاف، عندها واحد لو واحد ليسباس قليل باش تصوب لك السكريات. نعطيك واحد المثال باش نسهل شويه المعنويه ديال الناس اللي كتفرجوا فينا. بغيتي تشعل واحد العافيه ولا بغيتي تشعل واحد المجمر ياك باش تسخنك طاقة حرارية، طاقة حرارية، بغيتي داك المجمر يبقى مسخنك الليل كله، شنو غادي دير؟ واش غادي تمشي وغادي تاخذ غير دوك التفايا ديال الفاخر، ولا غتاخذ التروفا كبار صغار، ولا غتاخذ التروفا الكبار باش يبقى لك الليل كله تروفا كبار، سي كوم سا. خذوا بان التروفا الصغيورين باش تشعل الفتيله، سي لو سوكر، لو سوكر غير باش تشعل الفتيله، الكوش هو الرئيسي. لي برونش ولا الفاخر المتوسط سي الدهنيات، ولي غران
بلوك ولا لي بوش هما دوك الطرفه ديال العود الكبار اللي من جهه الشجر وداكشي الكبار هادوك هما لي بروتينات هما اللي غيبقاو شادين لك باش العافيه تبقى يعني مسخناك الليل كله حتى الغدا الصباح ولا طيب لك الطاجين بالليل كله ولا اللي بغيتي بلا ما تفيق قديما تشعل العافيه الوغ لكن لان اسمح لي قاطعتك هادشي سمعناه والاطباء قالوا لنا كيقول لك كتاخذ السكر دابا ساعتين من بعد الانسولين كتطلع ساعتين كتهبط خصك السكر عاوتاني كتبقى ديما خصك السكر بحال ديك العافيه اللي كتدفى وخصك ديما تشعلها علاش ما تعطيوش واحد التوازن ديال باش غنشعل العافيه شويه ديال التمرات شويه ديال السؤال ديالي يعني كيفاش وندخل الدهنيات شويه وندخل البروتينات مثلا الدهنيات اش مثلا اللي تنصح بهم كما قلت لك في الدهنيات كاين الزيتون الزيتون دهنيات كاين لي نوا حتى هما دهنيات كاين لي زامون دهنيات كاين زيت العود كاين ميم ان بو دو فروماج حتى هو دهنيات ميم لو فروماج بحال داك لو بري ولا هذا حتى هي دهنيات الوغ الانسان خصو منها دهنيات منها بروتينيات فهمتي الوغ يعني الاكل يكون متوازن متوازن على الانسان مي غيصوب دي بروشيت باش غيصوب دي بروشيت غيدير فيها قزبر ومعدن وساهم الالياف غيدير فيها البصله والثومه هما الياف وهادو كلهم سي دي بوليفينول سي دي زونتي اوكسيدون اللي غادي يدفيو العافيه لا فومي ماشي العافيه مي لا فومي اللي كاينه كيدفيوها فيها زيت العود فهمتي كديرها بزيت العود باش دير لا ماريون كتدفيها الخرقوم بلدي والسكنجبير والتحميره والبزار والمسائل ديالها وكديرها افيك البروتين وهي هذا الوغ الانسان خصو غير يعطي شويه اهميه الناس اللي كتقول لي واخا هادي سمعتها قبل وحنا ما فحلناش ما كاين مشكل لي زابا تقليه فيها خيرات لا يتصور بها سي لي زابا انا نعطيك غير مثال مي كتشوف واحد هادوك الحيوانات المفترسه مي كتبع واحد الفرصه ديالها وكتشدها ان تيغر تبع ليا اون غازيل وكلاها وشدها باش كيبدا الماكله ديالو ما كلاش 14 يوم باش كيبدا واش كيبدا بالعضلات كيفرس لداخل كيجبد الامعاء باسكو سي لا ويا دو لينيرجي الوغ اون بو افوار كاين ميم المخ سي دو تا هو سي دو لينيرجي حنا ما حيدناش الشهوات كله غير ما يبقاوش طرو دو سوكر يعني العصير دو سوكر عصير خصو يتحيد اوليو دو بروندغ اون اورانج لي غيفير 5 غرامات ديال السكر غادي تاخذ انت كاس ديال العصير فيه 15 غرام